الله وبركاته. ازيكم يا كيجي؟ ان شاء الله تكونوا بخير كلكم. هفكركم بس في حاجه في الاول، كل سنه وانتم طيبين. النهارده غره شعبان. يعني ايه غره شعبان؟ يعني اول يوم في شهر شعبان اللي هي الشهور العربيه. طبعا كلنا عارفين بعد شعبان ان شاء الله يجي شهر رمضان اللي هنصوم فيه. كل سنه وانتم طيبين. انتوا صغيرين، اللي يقدر يصوم لحد الظهر يبقى كويس قوي، اللي ما يقدرش يبقى هو خلاص لما يكبر. المهم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يجي رمضان علينا بخير كلنا. يا رب. احنا في سوره البينه زي ما احنا عارفين، ان شاء الله النهارده اخر ايه في سوره البينه نخلصها مع بعض، واتمنى تكونوا كلكم حفظتوها في البيت في الفتره اللي فاتت. النهارده اخر ايه، يعني اللي فات كله ان شاء الله نكون حفظناه مع ماما في البيت. طيب هنقول الايه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جزاؤهم، المد زي ما احنا متعودين، جزاؤهم 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 عند ربهم. تاني، جزاؤهم عند ربهم. مين هم اللي جزاؤهم دول يا اولادي؟ الآية لسه بتتكلم على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي كانوا بيصلوا وبيصوموا وبيطلعوا صدقات للفقراء والمساكين. طيب الناس الحلوين دول اللي هم المسلمين هيبقى جزاؤهم ايه؟ يعني ربنا هيديهم ايه سبحانه وتعالى؟ جزاهم ده عند مين؟ نقول تاني، جزاؤهم عند ربهم. ايه هيكون جزاؤهم؟ جنات عدن. جنات عدن، نعمل قلنا جنات عدن، يعني الجنة. الجنة اللي احنا كلنا عايزين ندخلها ان شاء الله يا رب، وفيها كل حاجة حلوة وكل حاجة جميلة زي ما انتم شايفين في الصورة كده. طبعا دي صغيرة بس الجنة اجمل بكتير من كده. الجنات دي عند ربنا سبحانه وتعالى جزاء الصالحين المؤمنين اللي هم المسلمين اللي عملوا حاجات حلوه وحاجات كويسه. تاني معايا، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن، هنعمل غنى، جنات عدن. نكمل، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، يعني الجنات دي يا أولاد اللي هي عند ربنا سبحانه وتعالى بتجري من تحتها، يعني تحتها بتجري الأنهار. الأنهار اللي هي النهر اللي فيه المية الحلوة اللي هي طعمها حلو ممكن نشربها. يعني الجنة دي مكان جميل بنقعد فيه المسلمين، وتحتيهم بتجري الأنهار اللي هي مية عذبة جميلة ممكن نشرب منها. خالدين فيها أبدا، يعني إيه؟ يعني هيدخلوها إن شاء الله ويفضلوا عايشين فيها على طول، ما يخرجوش منها أبدا. خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. أبدا يعني على طول، مش هيطلعوا من الجنة دي. رضي الله عنهم ورضوا عنه، نبين حرف اله يا ولاد. رضي الله عنهم ورضوا عنه، بنقول ايه؟ عن اخرها ايه كده، احط ايديا قدام بقي عشان احس بالهواء اللي هيطلع في صوت حرف اله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. معايا؟ نقول من اول مره كمان، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يعني ربنا سبحانه وتعالى راضي عن المسلمين دول، وهم كمان راضين بحياتهم وبجزائهم عند ربنا وبالأعمال الصالحة اللي كانوا بيعملوها. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه، يعني الجزاء الحلو ده لمين؟ للي هيخاف من ربنا سبحانه وتعالى ويعمل الصالحات ويبعد عن السيئات والحاجات الوحشه ما يعملهاش، هيبقى ليه الجزاء الجميل ده، الجنه دي اللي بتجري تحتها الانهار ويبقوا عايشين فيها على طول ما يخرجوش منها ابدا. ذلك لمن خشي ربه. ذلك لمن خشي ربه.
صور المراجعه ان شاء الله يا حبايبي. عندنا سوره العاديات، والعاديات يضربها سوره الزلزله لو فاكرين، اذا زلزلت الارض، سوره القدر، انا انزلناه، سوره القارعه، ما القارعه وما ادراك ما القارعه. اللي بيراجع معايا الاحاديث لما كنا بنتفق مع بعض نقول في البيت دعاء قبل التويلت بنقول ايه، واحنا خارجين من التويلت بنقول ايه، من الشاطر اللي فاكر قبل ما انام بقول ايه، ولما بصحى من النوم بقول ايه، ومين الشاطر اللي بيبوس ايد ماما وبابا وبيقول لهم جزاكم الله خيرا، الشاطر اللي بيعمل الحاجات دي كل يوم في البيت زي ما كنا متعودين، وماما تقول لي ان احنا كلنا بنقول الادعيه والحاجات اللي اتعلمناها مع بعض عشان نبقى من المسلمين الحلوين ان شاء الله اللي هيخشوا الجنه. كده سوره البينه الحمد لله خلصت يا اولاد، اتمنى تحفظوها وتبقى ان شاء الله سهله معاكم لحد ما ناخد الصوره الجديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.